جد؟ اهدي شوي رؤية، شو بك؟ اهدي شو بدك فيه؟ تركني بحالي جد. أنا مالي جاي أزيكي، أنا جاي أساعدك. شو هذا المكان اللي قاعدة فيه؟ احكي لي رؤية، شو صار معك؟ شو بدي أحكي لك؟ كل شيء من أول ما طلعتي لهلا. تزوجت وسافرت، كان معي شوية مصاري، طلع ابن حرام شافني تركت عيلتي وصفيت بلا أهل، صار يتمقطع فيي، طلع بده يعني لأني من بيت المنزل، مو لأنه بحبني، طلع كذاب مثله مثل كل هالرجال. وبعدين بس عرف إنه أبي ما عاد رح يرجع صالحني، وما في أمل إرجع على العيلة، صار يضربني. وبعدين راح سافر تركني، ما عاد عرفت وين هو، وأنا صرت أكذب على أمي. ولا أنا منيحة يا أمي، منيحة ما في شيء بحياتي، ما كنت منيحة يا جد، لا لما كنت مع العيلة ولا لما تركت لها العيلة. أنا مو عيلة، هي لعنة. فوتي طبي أغراضك وجهزي حالك، بدك تطلعي معي لوين؟ رؤيا أنتي بنت عمي، واللي بيصير عليكي بيصير علي. إذا بشوفني سعيدة بيقتلني. شو يقتلك ما يقتلك، شو وين قاعدين نحن؟ قلتلك أنت معي وما تخافي. طيب وأبي شو بدي أعمل معه؟ قومي ضبي أغراضك وما تخافي، قلتلك أنت بحمايتي. ماليا تفضل يا الفخدي. انا لا والله شبعت، وحياة عينك شبعت. شو شبعتي؟ لسه ما اكلتي شيء. والله هذا اكلي. ليكون ما حبيتيها، والله هذا احسن واحد بيعمل فراريش. اي بعت لي حم، قولي على قامتي. والله لو بعرف انك جاي لعنا كنت طبخت لك شيء طبخه مشان تذوقي اكلاتي. ان شاء الله مره ثانيه، بس عن جد انا شبعت، هذا اكلي. صحه وهنا. على قلبك. أقصد وأنا شو مبسوطة إنه لون عم تاكل هيك بالشهية ولحالها. أكيد أنتو ناس كرمة كتير. هذا من بعض ما عندك، ونحن لونا من عزة كتير، والله يعلم أني بحبها وعندي إياها بمعزة بنتي. أنتو ناس طيبين كتير. أنا هلأ عم أحس على لونا إنها عم تفهم وعم تحس، مشان هيك عم بعمل كل الأشياء اللي بتحبها. إيمتى ما صار لك تعي وجيبيها، هذا بيتكم الصغير. إن شاء الله بيسلم البيت وصحابه.